لكن للاسف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا فقط على الفقره اللي كانت ضايفه فيها السيده، تجاهلوا كل التجاهل الاكتشاف اللي جبناه وجاب معه اجهزه في المباشر واستعملها على لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. جدل في مواقع التواصل الاجتماعي وين كاين البعض اللي ربما تناولوا بشكل سلبي، انت كصحفي كيف تعلق على الفيديو؟ السلام عليكم. الفيديو اللي كان اثار جدل وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوه الكثيرين، احنا باش نوضح فقط ان السيده كانت طرقت بابنا كما يطرق العديد والكثير من المواطنين الجزائريين. برنامجنا موجه الى كل مواطن عنده حق انه يكون ضيف في برنامجنا ويعطي وجهه نظر في مساله من مسائل الحياه. تجربه حياه حبتنا نعيشوها كمحطه في حياتها. السيده كانت قالبه لغه عربيه بعد ما احيلت على التقاعد بالجزائر كمدرسه بثانويه في اللغه العربيه. هي فعلا في كندا؟ مقيمه بكندا حسب ما قالت. ومن بعد حبت تنقل تجربه فتح بيوت الوضوء في المساجد في كندا. قالت وعلاش احنا دول اسلاميه والجزائر ما تفتحش بيوت الوضوء باش يكون فيه وقايه من خلال الاغتسال من وباء كورونا وانتشاره. وفي سياق الحديث تعرضت الى تجربتها في الحياه ومحاربه مرض السرطان. تعرضت الى كانت مريضه مرض السرطان عافاكم الله جميعا. من بعد من وجهه نظرها ما لم تؤمن بالطب الحديث. كلامك انه كانت حابه تجوز تناقش ربما تناقشوا معها ظاهره غلق بيوت الوضوء في المساجد. كان هذا هو الزاويه اللي كنا رايحين نحكيو عليها، وبرنامجنا برنامج مباشر ثلاث ساعات من زمن. ومن بعد اشارت الى انه الخلطه نفس الخلطه اللي تتكون من عشبه اللفه اللي يديروها يستعملوها بالالف النفه، معروفه بزاف في الشرق الجزائري، مازالوا الان جداتنا يستعملوها. لم تقل الشمه اكرمكم الله. تناولت الموضوع وقالت انه ما قالتش انه علاج، وانما قالت يكشف الاصابه بكورونا. وانا كوني مقدم البرنامج ننقل رساله ونكون العين اللي ينظر بها المشاهد. حبيت نعيشكم التجربه والفضول اللي يعيشه كل شخص يشاهد البرنامج ويشاهد اي ماده تقدم يحب يجرب. جبنا شخص باش يجرب اول شيء، زميل كريم، لكن للاسف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا فقط على الفقره اللي كانت ضايفه فيها السيده. تجاهلوا كل التجاهل الاكتشاف اللي جبناه وجاب معه اجهزه في المباشر واستعملها على المواقع الاجتماعيه. العجوزه اللي كانت تشوفيها في الدار كان عندها فضول انها تجرب على المباشر، انا جربت على المباشر. الرجل اللي باكث في البيت المتقاعد كان حاب يجرب، انا جربت مكانه. بالتالي انا نشوف فيه انه هي طريقتي وبصمتك على المباشر ثلاث ساعات امام كل الكاميرات امام كل التقنيين. اتحدى كل شخص ان يكون طبيعي 100%. انا حاولت ان يكون عفوي لاقصى درجه، حطيت نفسي مكان المشاهد بمختلف مستوياته الثقافيه العلميه. من كلامك انه داخل المباشر حولت القصه تاعها، يعني من راح نتناقشوا مثلا الوضوء لقيتوا راحكم تناقشوا في آخر وكان مكان ضروري انه نتفاعل مع الحدث. ما نمرش عليه مرور الكرام لان المشاهد هي الاجتماعي خدماتي نقدموه بطريقه بسيطه جدا. وصار الاعلام الحديث الان يعتمد على العفويه والبساطه، وهي شيء اللي ما يقدرش كل الاعلاميين يقوموا به باش تكون بسيط ومتواضع وتكون عفوي وبطبيعي. ربما الشيء اللي يلاموه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو ربما كيف لصحفي انه يجرب هذه الخلطه على المباشر. لو كان برنامج سياسي ربما نقول لك، لانه قالب البرنامج هو برنامج حفظ كل شيء. ومن بعد وحنا في نفس اللحظه كنا استضفنا مؤسسه جزائريه تقوم باستيراد اخر الاجهزه اللي تكتشف الاصابه بحاله وباء الكورونا مباشر. وشفنا انه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الصحفيين والاعلاميين والمثقفين والكتاب اللي عندهم راي وعندهم كلمه، يعني قدروا انهم يوجهوا الراي العام الى الشمه اكرمكم الله. لكن للاسف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا فقط
على الفقرة اللي كانت ضايفة فيها السيدة، تجاهلوا كل التجاهل الاكتشاف اللي جبناه وجاب معه أجهزة في المباشر واستعملها على المعزز مكرم البرنامجنا، ونحترموا كل الآراء. هذه شكرا جزيلا. شكرا. على رحبة صدرك وعلى هذا الحوار اللي ربما أزال كثير من اللبس. شكرا.